طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Berbahagialah ibu yang melahirkan dan menyusukan Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ajarlah kami berdoa seperti Yahya mengajar muridnya. Bila kamu berdoa, katakan: Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga dan di bumi. Berilah kami makanan yang secukupnya, ampunkanlah dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang lain. Jangan biarkan kami dicubai, selamatkan kami dari kejahatan. Dalam kitab suci, Tuhan menyatakan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan dunia. Kehidupan Yesus membuktikan bahwa Dialah yang dikatakan oleh para nabi dahulu. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Beberapa abad kemudian, kelahiran Yesus telah menggenapi nubuatan itu. Kitab suci menyatakan bahwa anak kudus yang dilahirkan disebut anak Tuhan. Ini bermakna bahwa Yesus akan disebut anak Tuhan dalam pengertian rohania, bukan fisikal. Kita dapat melihat bagaimana dia menjalani hidupnya. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa mereka, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan, dan berjanji kepada mereka tempat dalam kerajaan kekal. Dia memberikan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa bagi pihak mereka dan kemudian bangkit mengalahkan maut. Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela." Kehidupan Yesus tidak setakat menggenapi tulisan-tulisan para nabi, tetapi mengesahkan kebenaran firman Tuhan. Para nabi menyatakan, "Firman Tuhan adalah sempurna. Firman-Mu ya Tuhan adalah kekal abadi." Yesus sendiri berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu." Yesus datang memberikan hidupnya kepada kita dalam segala kepenuhannya. Tapi ketika manusia tidak taat di Taman Eden,
dan mengikuti jalannya sendiri, maka ia dipisahkan daripada penciptanya. Kitab suci berkata, semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Yang dimaksudkan adalah kematian secara rohani, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Namun seperti Tuhan menyediakan domba jantan, menggantikan tempat anak Abraham, Dia juga mengutus Yesus mati bagi pihak kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya telah memulihkan hubungan antara Tuhan dengan mereka yang mempercayai Dia. Sekarang, mereka yang mengikut Yesus tidak hanya mengalami pengampunan dosa, tetapi diselamatkan dari hukuman kekal. Mereka juga diberi kepastian masuk surga dan hidup bersama-sama Yesus selama-lamanya. Kehidupan seperti itulah, serta bebas dari rasa bersalah dan kuasa dosa yang ditawarkan oleh Yesus pada hari ini. Bukan mengikut satu lagi agama, melainkan beriman kepada Yesus yang mengatakan, Aku berdiri di hadapan pintu dan mengetuk. Sesiapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan bersama-sama dengan dia. Ini bermakna kita kembali kepada Tuhan dan mempercayai Yesus masuk dalam hidup kita, mengampuni dosa dan menjadikan kita menurut kehendaknya. Tidak cukup hanya bersetuju secara pikiran maupun pengalaman emosi. Kita menerima Yesus melalui anugerah dengan iman sebagai tindakan kemauan kita. Apabila seseorang sudah bersedia untuk menjadi pengikut Yesus yang adalah Mesias, mereka boleh bercakap dengan Yesus dalam doa yang mudah. Mungkin Anda sudah bersedia untuk membuka pintu hidupmu untuk Tuhan. Jika iya, Anda boleh mengikuti doa berikut ini dalam hati Anda. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Terima kasih karena mati disalib untuk dosa-dosa saya. Saya mengakui dosa-dosa saya dan bertaubat. Saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat. Terima kasih karena mengampuni dosa-dosa saya dan memberi hidup kekal kepada saya. Jadikan saya pribadi menurut kehendak-Mu. Sebab saya menjadi salah seorang pengikut-Mu. Amin. Yesus berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Untuk mengalami hidup berkelimpahan yang Yesus janjikan, pengikut-pengikut-Nya harus bercakap kepada Tuhan setiap hari dalam doa dan membaca atau mendengar firman-Nya. Mereka menceritakan tentang Yesus dan bersekutu bersama dengan mereka yang mengasihi serta mengikuti Dia. Ingatlah akan janjinya yang indah. Semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Aku menyertai kamu sentiasa sampai kesudahan zaman.